والمسرات الكرام إلى فاضل، أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات، متواصلين بهذه الاندفاعات ومع هذا العطاء الكبير في هذا اليوم الخاص بسن الثنايا وتحديات الثنايا من هنا من عاصمة الميادين، من أقوى الميادين وأعتاها، لتنطلق هذه الأسماء ولتندفع هذه الشعارات بانطلاقة شوطنا الخامس. شوط هو للثنايا الابكار المحليات، 8 كيلومترات بانتظار هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة، وبكل قوة لننطلق ببداية الجولة الثانية لأتابع صدارة شوط. انطلق بالمقدمة الظفرة على المركز الأول، خالد بن مطر بن خلفان النيادي يسيطر على صدارة الشوط ويندفع بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني شوف القادمة، هي سمحها القادمة على المركز الثاني بشعار الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري، يقترب هنا بانطلاقة شعاره وبحضور سمحه. المركز الثالث شوف القادمة، هي الشاهنية، حمد بن عبد الله بن خزام يتقدم في هذه اللحظات العامري وينطلق في هذه اللحظات. كما نذكر بأن صاحب المركز الثالث في الشوط الماضي هو منذر بشعار عمر بن محمد بسيف الخاطري تهانينا والناموس، وبشعار يا أبو حمدان، بشعار أبو حمدان نعم تستاهل الناموس، شكرا يا حمد يدويكي. ننطلق هناك من جديد، نتابع الأسماء، نتابع الشعارات، أتابع المركز الثالث. القادمة والمنطلقة هي سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري، ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع هي الشاهينية، شعار حمد بن عبد الله بن خزام العامري هو القادم على المركز الرابع. المركز الخامس شوف القادمة، هي الواعية، خليفة بن محمد بن لوعي الخيالي يقترب بانطلاقة شعاره ويعلن لنا حضور الواعية في هذه اللحظات على المركز الخامس. والمركز السادس هذا شعار راعي الشرقية، يقترب بن نويصر مع دغاشة راشد بن علي بن نويصر المنصوري، يندفع بهذا الشعار الجميل ويقترب من الأسماء هناك، قادم على المركز السادس. المركز السابع شوف القادمة، هي المزن، محمد بن سالم بن دربش العامري ينطلق في هذه اللحظات على المركز السابع. والمركز الثامن هناك انطلاقة التنهات، حمد بن ضبيب بن علي العامري يقترب في هذه اللحظات على المركز الثامن بانطلاقة التنهات. والمركز الثامن هناك انطلاقة وحضور واللي على المركز التاسع، هذه هي الوارية، عوض بن مبارك بن سعيد الميري يقترب بالوارية وينطلق. والمركز العاشر نوادر سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي ينطلق في هذه اللحظات ويندفع بنوادر على المركز العاشر. هذه هي الأسماء، يا من تتابع، يا من تراقب هذا التحدي، هذا الانطلاق وهذا المستوى الكبير الذي تقدم هذه الثنايا، هذه الابكار الحاضرة في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل والمميز. العودة إلى مقدمة شوط، العودة إلى صدارة شوط، إلى انطلاقة هناك وتحديات شوطنا الخامس الخاص بالابكار المحليات والمقدمة وصدارة الشوط. في هذه اللحظات تتابع، ما زالت الصدارة مع الظفرة وراعي الظفرة اللي سيطر على المقدمة منذ بداية الشوط، خالد بن مطر بن خلفان النيادي يا سلام، يندفع باندفاع جميل بمستوى كبير، يتقدم النيادي على مقدمة الشوط بانطلاقة وحضور الظفرة. المركز الثاني شوف القادم بالركاض باندفاعة شعاره بسمحه القادمة على المركز الثاني، يا سلامي عليك، شعار الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري يندفع في هذه الأثناء بسمحه
منطلقا على المركز الثاني. المركز الثالث بدأ يقترب باللويع وشعاره، بدأ ينطلق مع الواعية خليفة بن محمد باللويع الخيالي، قادم على المركز الثالث، قادم في هذه اللحظات. المركز الرابع، شوف سمهرم القادمة، راشد بن محمد بن غالب المنصوري ينطلق ويندفع في هذه اللحظات بانطلاقة سمهرم وبحضورها، يندفع شعار بن غالب ويقترب على المركز الرابع. المركز الخامس، شوف بن خزام القادم مع الشاينية، حمد بن عبد الله بن خزام العامري هناك منطلق ومندفع ومراقب للأوضاع والأمور على المركز الخامس. ولكن شوف اللي على المركز السادس في هذه اللحظات تنطلق بشعارك يا بن دربش، المزن المزن المزن، محمد بن سالم بن دربش العامري قادم على المركز السادس، بدأ يتحرك وبدأ يطارد الأسماء بينما المركز السابع. أتابع القادمة، التنهات هي القادمة، حمد بن ضبيب بن علي العامري قادم في هذه الأثناء، منطلق ومندفع على المركز السابع. المركز الثامن، شوفوا نوادر، نوادر من نوادر، هذا الشعار الذي لطالما قدم لنا الأسماء القوية والكبيرة. سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي يندفع وينطلق بنوادر بالرقم 21 دائما وأبدا على المركز رقم 1، قادم على المركز الثامن. المركز التاسع، الظبي، الظبي وأول نداء لظبي، داود بن سالم بن علي بن وحير الدرعي يقترب من الأسماء على المركز الثامن في هذه اللحظات. المركز التاسع، شوف القادمة، أيضا أول نداء لشهامة، حمد بن خميس بن مبارك الخيالي. والمركز التاسع، نجوى، ناصر بن سيف بن سالم النيادي ينطلق في هذه اللحظات، والوصول والقدوم والانطلاق والاندفاع من مشغلة، سعيد بن نايع بالشاوي الغفلي وصل بمشغلة وبدأ بالانطلاق وبالانضمام لكوكبة الأسماء العشر الأولى. هذه التحديات يا من تتابع، يا من تراقب للمراكز الأمامية، وأتابع أسماء أيضا كبيرة قادمة هناك لا محالة، إن كانت هناك هي بالفورمة وبمستوياتها المعتادة. ولكن العودة، يا من تتابع، يا من تراقب، ويا من تتابع هذا المسار الكبير، اجتمعت الثنايا الأبكار المحليات، اجتمعت هذه الشعارات، والهدف واحد، الهدف سامي، الهدف هو الفوز، الهدف هو الناموس الغالي، واثنين كيلو ونصف الكيلو. يا من تتابع، يا من تراقب هذا التحدي، وما زال هنالك المنطلق على المركز الأول، ما زال شعار الظفرة وشعار النيادي على المراكز الأمامية، خالد بن مطر بن خلفان النيادي. ولكن بن ركاض بدأ يتحرك بسمحة، بدأ ينطلق بسمحة، تحرك فتحرك الجميع، بن ركاض على المركز الأول، سمحة وشعار الشيخ ذياب، بن محمد بن ركاض العامري يسيطر في هذه اللحظات ويغير على مقدمة الشوط. ولكن شوف القادمة، الظفرة، خالد بن مطر بن خلفان النيادي يقترب هناك وينطلق، ولكن شوف التجاوز من الزاوية اليمنى، من الزاوية الصعبة، انطلقت مع لوحة الاثنين كيلو متر التنهات، حمد بن ضبيب بن علي العامري انطلق وتجاوز على مقدمة الشوط. ولكن في هذه اللحظات، نعم يا حمدان يا بن سليم، ركز يا اليحافي بانطلاقة وباندفاعة التنهات. ولكن شوف القادمة، بن غالب هو القادم، وايضا شعاري بن لويع بدأ ينضم مع الواعية، خليفة بن محمد بن لويع الخيالي وصلكم راعي غارة بانطلاقته وبشعاره. وايضا اتابع القادمة، سمهرم، راشد بن محمد بن غالب المنصوري، بن خزام، بن خزام، بن خزام، بدأ يعاود أدراجه إلى المراكز الأمامية، القادم بالشاينية، حمد بن عبد الله بن خزام العامري
وتابعوا القادمة من الزاوية هناك من الجانب الأيمن وبانطلاقة شعارها وباندفاعة الشعار قادمة وفي هذه اللحظات. ولكن شوف التجاوز والتحرك والانطلاق، انطلقت شهامة حمد بن خميس بن مبارك الخيالي بندر مش قادم، والأسماء بدأت تهاجم المراكز الأمامية، بدأت تهاجم الصدارة، ولكن التنهات مع شعار حمد بن ضبيب بن علي العامري وباللواع قادم وشعار الخيالي قادم بانطلاقة شهامة، شهامة والتنهات، التنهات وشهامة، يا سلام، والواعية قادمة، وسمهرم سمهرم بن غالب بن غالب بدأ يهاجم، بدأ ينطلق وبدأ يندفع، والقدوم في هذه اللحظات من شعار هناك نجوى ناصر بن سيف بن سالم النيادي، ولكن وين؟ ما بين الواعية وما بين التنهات وشهامة، شهامة والواعية والتنهات، ولكن شهامة غيرت هناك، وابن خزام بن خزام بدأ يهاجم من المراكز الخلفية، ولكن شوف الانطلاق شهامة، حمد بن خميس بن مبارك الخيالي بن خزام قادم مع الشاينية مع الأمتار الأخيرة، وابن ضبيب بن ضبيب مع هناك التنهات، ولكن وين الفوز يا اخوان؟ حاير وطاير ما بين الأسماء، روح يا هناك مالك شهامة، حمد بن خميس بن مبارك الخيالي وابن ضبيب على المركز الثاني، باللواء على المركز الثالث، نجوى قادمة مع النيادي، ولكن وين الفوز؟ وين الانطلاق؟ نجوى 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 انطلقت بالأمتار الأخيرة، سلام يا العين، سلام على هذا الانطلاق وعلى هذا المستوى وعلى هذا الاندفاع الكبير، ناصر بن سيف بن سالم النيادي خطف الناموس مع الأمتار والأخيرة، مشكور يا راعي نجوى مشكور. المركز الثاني نشوف الوصول من التنهات، حمد مضبيب بن علي العام، المركز الثالث كان القدوم والانطلاق على المركز الثالث من شهامة، حمد بن خميس بن مبارك الخيل، المركز الرابع كان شعار خليفة بن محمد بن لويع الخيالي، والمركز الخامس كانت الشاهنية، على المركز الخامس حمد بن عبد الله بن خزام العامري، ثاني نوى الناموس للجميع، والعودة إلى التوقيت الزمني إلى لحظة الانطلاق والوصول إلى لحظة الاندفاع الكبير، هناك من حضرت نجوى واختطفت ناموس الشوط، ناصر بن سيف بن سالم النيادي خاطفا هذا الناموس، والتوقيت الزمني لحظة الوصول ولحظة الانطلاق 12 دقيقة 50 ثانية، جزئين 2 من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز، هناك مع نجوى وشعار النيادي ناصر بن سيف بن سالم النيادي، المركز الثاني كانت التنهات حمد بن ضبيب بن علي العامري، ومشكور يا حمدان يا بسليم يا الجحافي من حضر، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس مالك التنهات، ومشكور يا الجحافي مشكور، والمركز الثالث شوف القدوم على المركز الثالث، كانت هناك شهامة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 51 ثانية 4 أجزاء من الثانية، شهامة هي اللي على المركز الثالث، حمد بن خميس بن مبارك الخيالي، تهانينا والناموس، والمركز الرابع كانت الواعية خليفة بن حمد بن لويع الخيالي، هناك توقيتها الزمن 12 دقيقة 51 ثانية 5 أجزاء من الثانية، والمركز الخامس كانت الشاهنية حمد بن عبد الله بن خزام العامري، والتوقيت الزمني لحظة الوصول 12 دقيقة 52 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.